سلام، معكم أميرة زبير، عمري 12 سنة، مستوى سادس ابتدائي من مدينة طنجة. فزت بلقب أصغر ملكة جمال المغرب، وفائزة حاليا بلقب سفيرة جمال الأطفال في شمال إفريقيا وشرق الأوسط. بحكم أنني كنت فائزة بلقب أصغر ملكة جمال المغرب، قلت نزيد نأفانسي، فشفت هذه المسابقة، مسابقة أصغر ملكة جمال شرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقلت نشارك فيها باش نأفانسي أكثر في هذا المشوار. المراحل ديالها، المرحلة الأولى كانت هي أننا نعطيهم دي زانفورماسيون عليا، لا تاي، لو بوا، لي زانفورماسيون جينيرال. لا دوزيام إتاب كانت هي أون فيديو دو بريزونطاسيون، اسم ديالي، السن ديالي، المدينة. لا تروازيام إتاب كانت هي أون فيديو على الهوايات ديالي، لي زاكتيفيتي لي كنعمل، لي زوبي ديالي. لا كاتخيام إتاب كانت هي سؤال لجنة، لي كان هو علاش بغيتي تكوني سفيرة جمال المغرب في شمال إفريقيا وشرق الأوسط. كانت المسابقة على ديستانس، كنا كنصيفطو دي فيديو، كانو دي فوت. و جوستمون كنبغي نشكر المغاربه كاملين، و سورتو لي طونجيروا، حيت عاونوني و ساندوني و تاقوا فيا. طبعا بغيت نصحح واحد الفكره اللي كياخذوها الناس، هي ان من اصغر ملكه جمال ما كتكونش كتعتمد على الجمال بوحدو، ولكن كتعتمد على الجمال وعلى لا كولتور جينيرال. يعني كنعتمدوا على لا كونفيونس ان سوا، لا كولتور جينيرال. يعني داخله شويه في الدراسه، لقاش الدراسه هي اولا قبل هادشي كامل، هي اللي عاونتني بزاف باش نافونسي. بالنسبه للمسابقه كانت جاتني في الوقت القرايه، ولكن قدرت نوفق ما بين القرايه وما بين المسابقه، حيت انا المسابقه كيكون عندنا ان بروجي اتريتي، فالدراسه كتعاوني انني نتريتي البروجي ديالي، ولو بروجي كيزيدني بلوس دو كونيسونس وكيعاوني شويه في القرايه. بالنسبه للبروجي كو جي تريتي، كان هو لو ميم بروجي اللي بديت به، اللي هو لا بروتيكسيون انفيرونمونتال، حيت هذا البروجي هذا سي ان بروجي ان بو ديليكا، لاقاش اوني ان بيريود كريز. و فوالا لو بروجي كان هو هذا، و جي ايسيي نتعمق اكثر في لو بروجي، لقاش زدت افونسيت اكثر وكانت اهميه اكثر في المسابقه. بالنسبه للحاجات اللي عاونوني باش انني نكون الشخصيه ديالي، كان هو اولا ديس بالتياتر اللي عاوني انني نهضر قدام الناس فاسيلمون. موراها درت جوج البرامج ديالي اللي هما هيا ننطلق وميكرو الفرح. الام ديالي كتحاول تجنب انني انا كنت كتفرج بزاف، كون بليا بالمواقع التواصل الاجتماعي، حتى انستغرام هي اللي كتكلف به، كتكلف بلي ميساج ايتو. وصراحه عجبني الحال بحال هكا، جو بونس كو سي ديجا لو بيان بور موا. احسن حاجه غنديرها هي هذه، هي انني نحاول نبعد شي بشويه من هاد لا بير دو طون. ان شاء الله مستقبلا بغيت نكون اعلاميه، صحفيه، ولا نكون كنقدم برامج. يعني سا ديبون، كل مره شنو كنقول، مره كنقول بغيت نكون صحفيه، مره كنقول بغيت نقدم برامج، كل مره وكيفاش. ولكن سورتو هاد لو دومين هذا بغيت نكمل فيه، لاقاش كيعجبني بزاف صراحه. احسن نصيحه نقدر نعطيها للاطفال هي انهم يعيشوا الطفوله ديالهم بعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيت فريمون يقدر ياثر عليكم بطريقه سلبيه. دونك عاونوا راسكم، بعدوا شويه شويه بشويه، ماشي تجيو بروسكومون توقفوا، تقدروا بشويه بشويه تبداو تبعدوا عليهم، وديك الساعات غادي يكون عندكم ان طون ليبر تقدروا ديروا فيه دي زاكتيفيتي، تقدروا تكملوا في الحلم ديالكم تبداو فيه، و سي كوم سا كسافيا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.